أحب أن مشاهدينا مرة ثانية بحييكم في اسم الرب يسوع رح نتكلم <تكلم> عن ثمن تبعية المسيح بعتذر في عنا كان شوية مشاكل فنية بالصوت ولكن بتمنى أنه أنكم سامعيني في هذه اللحظات قبل ما أبتدي رح أقرأ بعض الآيات من بشارة لوقا في الإنجيل المقدس مكتوب وفيما هم سائرون في الطريق قال له واحد <applause> أتبعك فقال له يسوع للثعالب أو جرى وللطيور السماء أو كار وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه وقال لآخر يا سيد ائذن لي أن أمضي أولا من أبي فقال له يسوع: دع الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب ونادي بملكوت الله، وقال آخر أيضا: أتبعك يا سيد، ولكن إذن لي أولا أن أودع الذين في بيتي، فقال له يسوع: ليس أحد يضع يده على العهد وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت الله. لاحظ من الكلام كان في جموع كثيره سائره مع يسوع يسوع المسيح لم يطلب شعبيه من الناس الرب يسوع لم يعد طريق مفروش بالورود لم يعد بامجاد وخيرات عالميه من تجميع المال او الممتلكات لم يعد بالنساء ولم, ولم يعد, يعد بالخير ولم, ولم يعد, يعد بالسبايا, بالسبايا بل شدد على قدسيه الزواج من, من امراه واحده لقد وجه انظار الناس الى الملكوت الروحي لقد حارب يسوع العنصريه والكراهيه مثلا بين اليهودي والسامري علم ان جميع الناس سواسيه لا فرق بين يهودي أو سامري لم يركز المسيح على زيادة العدد مثلا تزوج عشان تصير مسيحي أو أكثر من النساء حتى تخلف أولاد كثيرين بل ركز على تبعيته وعلى حساب النفقة في تبعيته لم يهدد أحدا بحد الردة بل اعطى فرصه للناس ان تتركه ولم يعاقب اي انسان ارتد عن اتباعه كان بيهتم بالعداله الاجتماعيه وحقوق المراه والاطفال لقد دافع يسوع المسيح عن الاقليات في تلك الايام وكان طبعا للتشامبيون للنساء والعبيد والاطفال اللي كانوا طبعا في تلك المجتمعات بقللوا من اهميتهم لم يامر المسيح اتباعه بنشر المسيحيه بالاحتلال العسكري او, أو ينلف المسيحيه بقضيه سياسيه بل دائما في فصل بين الدين والدوله لقد علم المسيح عن التلمذه الحقيقيه وهذه التلمذة هو التشبه بحياته ونسلك كما سلك ونتبع خطواته ونتبع ايضا مثاله والتلمذة الحقيقية هو ان نسكب يسوع المسيح فينا اللي فينا للاخرين هذا هو افضل انواع التلمذة وطبعا مثل ما ما مثل ما قرات في هذا المكان بيتكلم عن ثمن التبعيه بيتكلم عن ثلاث اشخاص ولكن قبل ما ابتدي بالتحدث خليني ارجع لنفس الاصحاح في ايه 22 قال يسوع قائلا انه ينبغي ان ابن الانسان يتالم كثيرا المسيح عم بتنبا عن صلبه وعن موته ينبغي ان ابن الانسان يتالم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنه والكتبه ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم وقال للجميع يعني اعطاهم الاختيار هذا اللي راح يكون معي ولكن انت الان وقال للجميع ان اراد احد ان ياتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني فان من اراد ان يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من اجلي فهذا يخلصها لانه ماذا ينتفع ينتفع الانسان لو ربح العالم كله واهلك نفسه او خسرها لان من استحى بي وبكلامي فبهذا يستحي ابن الانسان متى جاء بمجده بمجده ومجد الآب والملائكة القديسين وطبعا هنا اللي بيتساءلوا عن لاهوت المسيح هذا هو يسوع الذي يتكلم عن لهوته بيتنبأ لأنه عالم أنه سيموت ولكن بيتكلم عن الذين يخجلون بشهادة ربنا يسوع المسيح الرب نفسه رح يستحي فيهم لما بيرجع بيجي ثانية بمجد ملائكة وقديسين أمام الجميع وهنا أحبائي منشوف فعلا أنه عم بعلم عن التلمذة الحقيقية وهذا النوع من التبعية أول شيء بعلم المسيح هو إنكار الذات فلينكر نفسه ويحمل صليبها إنكار الذات هو أن تنكر ذاتك ويصبح المسيح هو المركز المحور والاولويه في حياتك، تتخلى عن اي كبرياء عن اي تصنع تواضع عن اي رياء عن اي محبه ذات ولكن تنكر ذاتك فيصبح المسيح مركز حياتك. شيء ثاني احبائي علم يسوع المسيح ترك كل شيء. وهنا أحباء يمكن صعبة شوية يعني كل ما نملك نتخلى عن محبة العالم كما قال الرسول يعقوب في يعقوب أربعة أربعة أيها الزنا والزواني أما تعلمون أن محبة العالم هي عداوة لله وقال الرسول يوحنا لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم إن أحب أحد العالم ليست فيه محبة الآب، لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة، هذا ليس من الآب بل من العالم، والعالم يمضي وشهوته وأما الذي يصنع مشيئة الآب يثبت إلى الأبد أو كما قال رسول بولس هيئة هذا العالم ستزول. فبيعلمنا عن انكار الذات عن ترك كل شيء من اجل يسوع المسيح وان لا نحب هذا العالم المادي قيمه واخلاقه وفلسفته وتعاليم احبائي التي تبعدنا عن محبه المسيح او التمسك بيسوع المسيح نظام العالم هو نظام ضد المسيح وعندما اتكلم عن العالم لا اقصد الناس اقصد القيم والاخلاقيات والفلسفه العالميه اللي هي تنادي بامور كثيره ضد تعليم يسوع المسيح ولكن مش بس انه ترك كل شيء ولكن الرب يسوع عم انه عن حمل الصليب يسوع شوف هو امين جدا فعلا انكر ذاته قال لتكن لا ارادتي بل ارادتك مشئ ان افعل مشيئتك سررت طعام ان افعل مشيئه الذي ارسلني واتمم عمله المسيح حمل الصليب فعندما يدعو المؤمنين الى حمل الصليب هذا يتطلب اختيار يتطلب قرار يتطلب تصميم يتطلب حزم وعزم وجزم ويتطلب ايضا الوعي انك انت بقرار بوعي عم تتخذ هذا القرار وبفرح ايضا انك مسرور عم تحمل الصليب ومين اللي بيحمل الصليب في ايام الرومان هو الشخص المحكوم عليه في روميا 6 6 مكتوب عالمين أن إنساننا العطيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية في غلاطية 2 آية 20 مكتوب مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا فما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه بالإيمان إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي في غلاطية 5 24 مكتوب الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات في غلاطية 6 14 مكتوب وأما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم فإذا المحكوم عليه بالصلب بيعلن موته مع المسيح فلم يعد أي شيء في هذا الوجود يسوى أو له أي قيمة ولكن كل الهدف أنه يركز عينيه على يسوع المسيح المرسوم أمام عيونكم مصلوبا بيتكلم في غلاطية ثلاثة واحد أو ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمام محتمل الصليب فإذا نحن نركز أنظارنا على يسوع المسيح ونتبع هذا الشخص الفذ الفريد الكامل ثم في هذه الآيات وكأنه الرب عم بعلمنا احسب حساب النفقة ما تتسرعش ما تخدش قرارات متهورة وأنا بشكر الله من أجل كل العابرين وبشكر الله فعلا اليوم عم نختبر حصاد غير عادي بالحقيقة ملايين ملايين من اللي رجعوا ليسوع المسيح وإن شاء الله منركز أو منرتب حلقة ليه الناس عم تترك الديانات الأخرى وعم تتبع يسوع المسيح ولكن هذا ليس عذر للمسيحيين الإسميين اللي عم بيتهادنوا وعم بيساوموا وعم بيسيروا على حساب الحق الكتابي فالحقيقة هي إما إنك مؤمن في يسوع أو أنت غير مؤمن وسيأتي الوقت عندما يبتدئ الاضطهاد الشرس هنا يعرف المرء أو يكرم إذا كنت تابع ليسوع المسيح وهذه الآيات اللي شفتوها على التي في او قراتها كررها واقراها وخليها تترسخ في ذهنك وتتملا حياتك وتسكن في داخلك حتى تقدر لانه بدون لا تقدرون ان تفعلوا شيئا لا بالقدره ولا بالقوه بل بروح قال رب الجنود فاذا هذا النوع من التبعيه تحتاج نعمه تحتاج قوه الهيه تحتاج الى اختبار الروح القدس الحقيقي في حياتك. انا قرات من اصحاح تسعه وقرات عن يعني خلينا نسميهم تلاميذ. كانت الجموع مثل ما ذكرت سائرون في الطريق، يعني جموع كثيره عم تتبع الرب يسوع يمكن انبهروا بالمعجزات الخارقه اللي فعلها يسوع المسيح ولربما طبعا أعجبوا بالمعلم الجليل هذا المعلم من الجليل اللي عم بيفهم كل الرابايز وكل المعلمين اللي في اليهودية خلي بالك في هاي الدعوة أو ثمن التبعية إنه يسوع عدة مرات أخذ زمام المبادرة قائلا اتبعني 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 والاتباع هو السعي والسلوك والتشبه بيسوع المسيح الكامل فإذا ما هو مفهوم التبعية ما هو مفهوم التبعية الآيات اللي قرأتها في إصحاح تسعة من آية سبعة وخمسين منشوف عن ثلاث تلاميذ الأول هو اللي حكى ليسوع هو اللي قال أتبعك أينما تمضي الاول كان مستعجل متسرع جدا وبالحقيقه اعتمد يمكن على اللحظات الفوريه انبهر واعتمد على مشاعره في تلك اللحظه بدون اي تفكير او اتخاذ اي قرار او بذره تزرع في التربه الحقيقيه اتبعك اينما تمضي اجاب يسوع وقال للثعالب أو جرة وللطيور السماء أوكار وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه واحدة من أحب الأماكن أنا عشت حول بحيرة طبرية بحب كتير جبل التطويبات وكمان لما بتدخل إلى كفر نحوم وطن يسوع الثاني أول ما بتدخل من البوابة حاطين هيك كنت لازم احطه على الشاشه بس نسيت مكتوب هوملس جيسوس او يسوع المتشرد يعني نايم على بنك بيمثل شريحه كبيره من الشعب الفقراء واللي ما عندهم اماكن للسكن واللي ما عندهم طعام للاكل فعم بيمثل شريحه كبيره من المجتمع وكل ما بدخل على كفر نحوم بالحقيقة في تعاليم رح نحطها طبعا بعد أسبوع أو أكم أسبوع تشوفوه على القنوات يسوع في كفر نحوم ولكن فعلا اللي بهرني عاملين هذا التمثال يسوع نايم على البنك كمتشرد ومنتذكر أنه ليس له أين يسند رأسه أو كما قال الحق أقول لكم كما فعلتم بأحد اخوتي هؤلاء الاصاغر فبي فعلتم، فشهاده عظيمه جدا لشخصيه يسوع المسيح. الاول كان مستعجل، قال له اذا انت تتابعني لاي مجد ارضي او مجد عالمي خليني اجيب لك اياها من الاخر للثعالب اوجره وللطيور السماء اوكار، بس اذا انت عاوز تتبعني ليس لي حتى مكان اسند راسي كم اعجب بالايه اللي بتتكلم عندما في سفر او في انجيل يوحنا كل واحد ذهب الى بيته اما يسوع فذهب الى جبل الزيتون كم اتاثر عندما ادخل الجسمانيه او بستان جتسماني واجلس امام احدى هؤلاء الشجرات الزيتون اللي عمرها 2000-2500 سنة وأقول يا رب فعلا ما فيش أي مكان فيش أي بيت تولد في مذود وما عندكش مكان للسكن لس وحتى وانت في أورشليم في الأيام الأخيرة شجر الزيتون اللي كانت بتظللك فبتأثر كتير من هذا المنظر هذا الشخص يعني الاول كان مستعجل الثاني كان على اقل من مهله، كان متمهل بطيء بل يمكن اذا الاول تسرع بمشاعره الثاني يعني كان متمهل شخص عقلاني مفكر فكر بس فكر اكثر من اللازم. آه, لما قال لاخر اتبعني فقال يا سيد ائذن لي ان امضي اولا وادفن ابي. فقال له يسوع دع الموتى يدفنون موتاهم واما انت واما انت فاذهب ونادي بملكوت الله يعني ادفن ابي طب ما هو هي عادات الشرقيه شو الغلط فيها؟ يعني بكلمات اخرى انت لازم تفهم تقليد اليهود وعقليه اليهود في تفسير الكتاب في ايام المسيح وكأنه يقول ليسوع المسيح دعني أنتظر حتى أنال إرثي يعني بموت أبوي ورح أخذ الورثة ولسيما هذا الشخص على الأرجح أنه كان البكر فراح ينال نصيب أو ضعفين هذا إن دل على الطمع وعلى محبة المال وحط أولوية أخرى في التوقيت وفي الممتلكات أمام يسوع ولكن جاء الرد الصارخ قال له يسوع دع الموت يدفنون اي دع الموت روحيا يدفنون موتاهم جسديا اما انت اذهب نادي بملكوت الله يعني عاوز يتبع يسوع بعد دفن ابوه ومن يعلم متى يموت ابوه وعلى فكره في عادات شرقية عندنا كتير كتير صعبة كتير منعظم الموت وكتير منقضي وقت على الموت وبنحزن كتير وبنبكي كتير ومنقضي وقت كتير ومش عارف هاي العادات ولكن أريد أن أقول مع كل احترامي لكل عاداتنا لما بتكون عينيك مشخصة على يسوع المسيح كل هذه الأمور الثانوية تصبح مش اولويه في حياتك دع الموتى روحيا يدفنون موتاهم جسديا الشخصيه الثالثه قال اتبعك يا سيد بس معلش اذن لي اولا ان اودع الذين في بيتي هذا اذا كان الاول مستعجل والثاني متمهل هذا الشخص متقلقل يعني شخص متردد متحير عايش بين الماضي وبين المستقبل يعني بكلمات أخرى متمسك بروابط العائلة يعني وهذا كمان نقطة مش بس إنه منعطي أهمية كبيرة في موضوع الحزن والموت منعطي كتير أهمية في روابط العائلة بحسب كيف ما فسرها يسوع المسيح ولكن اسمع جواب يسوع المسيح ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت السماوات أحبائي يعني يا بتكون مؤمن يا غير مؤمن وإحنا بنعرف الفلاح بحال ما يحط المحراث في الثلم لا يستطيع أن ينظر شمالا أو يمينا أو إلى الوراء وإلا التلم بصير إعوج والزراعة بتطلع عوجة يعني مش بس علمنا أنه نتحرر من الروابط الأسرية ولكن المسيح يطالبنا بعدم تفضيل أي شيء عنه وهذا على فكرة أصبح القانون الذهبي كل اللي عاوزين الرب لازم هذا يكون القانون الذهبي في حياتك قرارك خلاص لا رجوع الى الوراء مثل نهر يسير في نزول وانت في قارب لا تستطيع ان ترجع خلاص يعني ما فيش حل الا الموت امامك فاذا هذا هو القانون الذهبي في تبعيه يسوع المسيح هي دعوه الى التركيز كل القوى والمواهب والامكانيات للمسيح يسوع وبدك تسمع شيء اصعب خليني اقرا من لوقا اصحاح 14 ومش مبالغ اللي راح اقراه هذا كلام الرب يسوع المسيح له كل المجد قال في ايه 25: وكان جموع كثيره سائرين معه فالتفت وقال لهم إن كان أحد يأتي إليّ ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته، يمكن سوري يمكن سمعتوني غلط. لا لا أنا عم بقرأ من إنجيل لوقا إصحاح 14 من آية 26 بيحكي للجموع اللي ماشيين معاه، طب يا رب أنت عاوز تنفرهم يتركوك ما يتبعوك، شوف بعيدها مرة ثانية ان كان احد ياتي الي ولا يبغض اباه وامه وامراته واولاده واخوته واخواته يعني اقرب الناس اليك حتى نفسه ايضا فلا يقدر ان يكون لي تلميذا ومن لا يحمل صليبه وياتي ورائي فلا يقدر ان يكون لتلميذا وبكمل حديثه عن عن حساب او احسب حساب النفقه فبيكمل بقول في ايه 33 فكذلك كل واحد منكم لا يترك جميع امواله لا يقدر ان يكون لي تلميذا واو يعني كلام صعب جدا يمكن تشوف شوية خوارني كاثوليك أو رهبات أو أقباط أو أرثوذكس اللي فعلا خلص بتكرس بيلتزم كل حياته ولكن هذا موضوع مبدأ على الجميع على فكرة مش للأقباط ولا للأرثوذكس ولا للكاثوليك ولا الإنجليين هذا مبدأ لكل أتباع يسوع المسيح بتلاحظوا من الكلام هنا بتشوفوا تفوق المسيح ومطالب المسيح وسمو ورفعة المسيح كما ابتدأت لم يعد طريق مفروش بالورود وتعال وإلك سبايا وإلك غنم وإلك خير وإلك جمال وإلك نساء وجوار وسبايا وإلك هذا العشر أو الخمس أو أم لا 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 بالعكس تماما يعني بيتكلم عن قاعده صعبه جدا هنا يتكلم عن المحبه المطلقه للمسيح يتحدث عن المحبه الخارجه عن محبه الله هذا المقصود من الايات لانه مثل ما ذكرت لم يعد المسيح بملكوت مادي لا توجد اعذار في اتباع المسيح هنا احبائي الدعوه لنحضر من التدين الخارجي التدين السطحي المسيح علم انكار الذات التضحيه بالعلاقات حتى الاسريه وحتى الماديه بكلمات اخرى انها دعوه لكي نكون سماويين يعني عايشين حياه السماء على الارض يعني المولودين المولودين من الله من فوق الولاده الروحيه الولاده الثانيه فالحياه المسيحيه ما هياش نعمه رخيصه لا هي حرب وجهاد ضد اجناد الشر الروحيه في السماويات ضد الظلمه ضد عدو قوي لئيم شرس الشيطان ابليس اللعين طبعا غرض يسوع المسيح هو ان يهيئ تلاميذ حقيقيين وليس حشد الجموع طبعا تعليم يسوع المسيح فريد ومتميز يعني اذا ما تكلمنا عن الصلب كان كل العالم اليوم ممكن يكون مسيحي بس الاغرب انه حتى اللي كان بيتبعوا ليسوع عم بيعطيهم الفرصه ان يتركوه سمعت اي قائد او انتخابات او نبي بيطلب من الناس تتركه حتى اللي بيترك ممكن يقتل ولكن مش مع يسوع المسيح قرات هيك فكره يعني كثير كثير حلوه انه الرب يسوع كان يدعو للتكريس الكامل والتسليم الكامل والطاعة من كل القلب والخضوع من كل الإرادة والتخلي عن كل ما هو معطل هؤلاء هم تلاميذ المسيح تلاميذ المسيح إذا بتدرس الإنجيل لم يحتفظوا بأي أموال بل على النقيض تركوا كل شيء، بطرس واخوه، يوحنا واخوه، تركوا السفينه والسمك، تركوا العمل وتبعوا يسوع المسيح، متى العشار جاب الضرائب، ترك الوظيفه بتاعته وكل غناه وتبع يسوع المسيح، والتلاميذ الاوائل اذا بتقرا في سفر اعمال الرسل باعوا ممتلكاتهم باعوا كل شيء وحطوها عند أرجل التلاميذ واحد من التلاميذ المشهورين اسمه برنابا باع الحقل وباع كل شيء حتى يتبع الرب يسوع المسيح وكأنهم يرنمون ترنيمة يسوع أنت كنزي العظيم أنت كنزي الوحيد قال الرسول بطرس ليسوع ها نحن بصيغة الجمع يعني كل التلاميذ تركنا كل شيء وتبعناك. فإذا الرب يسوع وعد مش بس انه يباركه ولكن الحياه الابديه. فالمسيح يطالبنا ان تحب الرب من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك. طبعا تحب قريبك كنفسك. احبائي تابع المسيح يبغض كل ما هو معطل حتى نفسك وهنا بطالبنا القطع قطع كل جسور كل روابط الماضي اللي بتعطلنا التبعية تبعية المسيح هي مكلفة تذكر لما بيجاوب المسيح التلاميذ اللي قرأنا عنهم تلميذ المسيح هو كاهن ونذير طبعاً دع الموت يعني عادة في التقليد اليهودي لا يقدر أن يقترب إلى الميت لكن فكم بالحري الأحياء في العهد الجديد في واحد جرب كمان يتبع يسوع الشاب الغني ولكن مكتوب عنه مضى حزينا فضل غناء عن المسيح المسيح المذخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم أحبائي أيضا قرأت شيء جميل للتبعية ثمن وللطاعة مجازاة وللمحبة تعويض وللأمانة إكليل الرب ما بنسى أي حد في إنجيل يوحنا إصحاح ستة آية ستة وستين مكتوب من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه بعدين يعني خيرهم يسوع ففعلا قالوا هذا التعليم صعب نعم لم يعد المسيح طريق مفروش بالورود ولا بالاغراءات الماديه ولا بالاموال ولا بالنساء ما وعد به المسيح هو تستغرب في العالم سيكون لكم ضيق وقال ايضا عن تلاميذه أنكم عن تلاميذه سيكونون مبغضين من الجميع يعني عم بقول لأتباعه إذا تتبعني راح تكون مبغض وراح يكون لك ضيق وراح يكون في اضطهاد ضدك طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة من أجل الكاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السموات طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات قال يسوع إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم قال يسوع تنبأ سيخرجونكم من المجامع بل تأتي ساعة فيها يظن كل من سيقتلكم أنه يقدم خدمة لله لقد واجه المسيح الاضطهاد من القاده الدينيين كذلك التلاميذ ايضا مكتوب وجميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون في ايات كثيره اللي بتتكلم عن الاضطهاد لا يسعني الوقت اذا بتقرا في عبرانيين اصحاح 11 ابطال الايمان عذبوا جربوا نشروا كل أنواع العذبات كانوا بينتظروا الموعد كانوا بينتظروا المكافأة كانوا بينتظروا يسوع المسيح. وخليني أتكلم عن شخصية موسى في العهد الجديد. أدركنا إن موسى في عبرانيين 11 مكتوب بالإيمان. موسى لما كبر ابى ان يدعى ابن ابنه فرعون مفضل مفضلا بالاحرى ان يذل مع شعب الله على ان يكون له تمتع وقتي بالخطيه. شوف شو بقول حاسبا عار المسيح غنى اعظم من خزائن مصر لانه كان ينظر الى المجازاه. يتكلم عن ابونا ابراهيم. ابراهيم قال يسوع قبل ان يكون ابراهيم انا كائن ابراهيم راى يومي فتهلل ابراهيم كان ساكن بخيام غريب كان كان ينظر الى المدينه التي صانعها وبارئها الله اخوتي واخواتي المسيح تكلم عن انكار الذات تكلم عن التلمذه الحقيقيه تلاميذ المسيح يبغض كل شيء امام اي محبه امام محبه المسيح وتبعيه يسوع المسيح انه نفكر ما نتسرع وانه فعلا ليس احد يضع يده على المحراث وينظر الى الوراء يصلح لملكوت السماوات. ساعود بعد هذا الفاصل. أهلاً أحبائنا المشاهدين حديث في هذه الحلقة عن ثمن تبعية المسيح رح آخذ مكالمة آه الأخت يستينا من شمال أفريقيا أهلاً وسهلاً أخت يستينا أهلاً وسهلاً بس أهلاً وسهلاً ممكن بس تعلي الصوت شوي أخت يستينا قلت لك أنا معك بس تسمعني؟ نعم نعم قلت لك انا معك يوستين اهلا وسهلا بالجميع شكرا اهلا وسهلا فيك تفضل اخت يوستينا كنت بدي احكي عن معاناتي يعني كبدايه وعن الشيء اللي عشته مش فقط لاني مسيحيه من شمال افريقيا لا بل اني امراه وانتم عارفين انه المراه مضطهده في هذا المجتمع م. تفضل يا اخت نعم انا عرفت المسيح عن طريق امي يعني مش فقط لا انا اختبرت المسيح شخصيا وشفت معجزاته في حياتي شفت انه تمجد معايا انا عابة وامي عابة امي كانت تاخذني طبعا للكنائس لانه هي اصلا ايضا عاشت مضطهده حياتها كلها كونها امرأة أيضا وكونها مسيحية ثانيا لأنه الله يسوع وحده اللي عارف قديش نحن نعيش المعاناة في هذه الدول المهم نحن حاولوا يحرقونا في ال 2018 حاولوا يحرقونا داخل بيتنا وباختصار يعني أنا بحاول أختصر قدر الإمكان يعني بعدها هربنا من دولة إلى دولة، والدولة نفس الشيء يعني اللي صار علينا اضطهادات أيضاً في الدولة الأخرى، صار علينا شتايم داب، والسيد المسيح يقول الشتائم تتحول إلى... تتحول إلى بركات، ولا أنا تتحول إلى فضائل. عشنا الكثير من المشاكل الكثير من الاضطهادات حاولوا يغون بالأموال كي نعود إلى الإسلام ولكن لا لا يمكن المزايدة على إيماننا بالمسيح أنا مستعد أخسر العالم كله ما أخسر السيد المسيح لأنه من خسر نفسه من أجل المسيح ربحها آمين آمين طيب وشو صار معك يا يستينا كملي يعني القصه لسا معايا كثير شغلات يعني حتى اقولها بدي وقت كبير انا بحاول اختصر نعم قدر الامكان اللي صار علينا مشاكل كثير من الحكومه ومن المحيطين ايضا الناس اللي ادونا يعني اللي حاولوا يقتلونا كانوا مسلمين هذا شيء معروف يعني انا مش بحاول اذكر الناس لا بالعكس انا بحكي الحقيقه بدون بدون تزييف بدون مكياج واحنا للان مرفوضين اوكي ونحن نقبل هذا الرفض يعني يعني تعودنا عليه صار جزء من حياتنا النبد والرفض والاضطهادات والشتائم واذا شافوا واحد لابس صليب يروحوا يضربوه ينهالوا عليه بالضرب امور كتير اللي. لساعات <تصفح> <تصفح> ربنا يباركك يا أخت يستينا أنت والوالدة ربنا يحميكم وأنت بتتكلمي من صميم الواقع اللي حدث معاكو ولكن إذا ممكن أسألك ولو سؤال أخير بس لأنه في كتير لك. مشاهدين تعرف الأغلبية اللي بيشاهدونا من أحبائنا المسلمين في شمال أفريقيا والشرق الأوسط طب ايه الرسالة اللي عاوزة توصليها بما انه انت أصبحت مؤمنة بالمسيح يسوع؟ نعم أنا كنت بدي أوجه يعني انه مستحيل تفرض بالقوة، انه أنت لا تحاول تفرض ديانتك على الناس اللي رافضينها أساساً بالسيف لأنه السيف ما راح يحل المشكلة، القوة ما راح تحل المشكلة، العنف اللي أنتم تعيشون يا طول حياتنا والنبل اللي تعيشونها طول حياتنا لمجرد أنه نحن نرفض إرهابكم يعني لما تحاول تفرض علي عقيدة بالقوة ما أقبلها حتى لو أنت قتلتني نحن ما نخاف اللي من يقتلوا الجسد لا مم. هم روح ما بيقدروا عليها صح يقتلوا, يقتلوا الجسد ولكن روح ما بيقدروا عليها لأنها ملكها رب فقط مم. أكيد نعم فعلا طيب ربنا يباركك يا اخت يستينا يعني انت حكيتي كلمات قصيره ولكن تعتبر مجلدات كاخت اختبرتي وانت اذا سمعت الحلقه طبعا انا تكلمت انه المسيح بالنسبه له عامل كل الناس بالتساوي رفع من شان وقيمه المراه صح فعلا طيب ربنا يباركك اخت يوستينا وان شاء الله دائما بتكوني معنا على اتصال ربنا يحميك ويباركك شكرا كثير لك اشكرك واشكر خدمتك العظيمه ربي يبارك ويباركك شكرا كثير طيب خليني باخذ كمان مكالمه من ابو مهند اهلا وسهلا ابو مهند ابو مهند انت على الهوى ابو مهند الظاهر راح طيب يعني الكلام اللي سمعته من يوستينا يعني واضح انه تعليم الرب يسوع ما هواش موضوع زياده ما هواش موضوع على فكره في شيء اسمه دوله مسيحيه مرات بسمع كثير من احبائنا المسلمين بيقولوا الدول مسيحية ما في شيء اسمه دوله مسيحيه في شيء اسمه ملكوت الله ملكوت الله بضم جميع المؤمنين من جميع أنحاء العالم آه بغض النظر شو الخلفيات من مسيحيين اسميين من مسلمين سني أو شيعة من الدروز من يهود من آه ملحدين من آه صينيين من امريكان من اوروبيين من جنوب امريكا من اللي جاؤوا من خلفيات وثنيه هؤلاء الذين قابلوا يسوع المسيح وتوجوه ربا وملكا على حياتهم وكيانهم اصبحوا في جسد المسيح هذا الملكوت في ملك اللي هو الرب يسوع المسيح هو بيملك على قلوبنا وحياتنا ولكن يوم من الايام لما بيرجع بيرجع اللي رفضوا أن يملكوا يسوع المسيح سوف يواجهون الدينونة القاسية لأنهم رفضوا يسوع المسيح وعلى فكرة كثير من الشرق الأوسط شمال أفريقيا بيتبعوا يسوع المسيح بسبب الحرية بقول لك أنا عاوز أختار وبيبتدوا يقارنوا بيشوفوا فعلا تفوق المسيح وسموه ورفعته وحياته الطاهره والكامله وتعاليمه تعليمه المباركه فبيضطروا انه يتركوا ويتبعوا يسوع المسيح. بغض النظر مع احترامي للكل لانه ليس باحد غيره الخلاص فقط يسوع المسيح. رح اخذ كمان مكالمه من كندا اهلا وسهلا جو من كندا يا حضرة الأسيس أنا مريم من مصر أهلا وسهلا أخت مريم أهلا بيك أنا بشكرك جدا على المسج بتاعت النهاردة لأنها مهمة جدا لأي حد يكون بيسمعنا ويكون جاي من خلفية تانية زي ما حضرتك قلت في كل الحاجات والبوينتس وكل الآيات اللي انت استشهدت بيها المسيح كان واضح وصريح من الأول ان ثمن التبعيه مكلفه جدا مكلفه لكل احتياجات الانسان الاساسيه الاطباء علم النفس وخبراء علم النفس قالوها الشلتر الـ الاسره الـ حتى الهويه بتاعت الشخص كل الحاجات دي بتبقى مع تبعيه المسيح بتسقط الواحده ورا التانية بالذات اللي جايين من خلفيه اسلاميه زينا لان الاسلام قايم على ان انت مقبول بسبب اسلامك انت حتى مقبول في وسط عيلتك بسبب اسلامك ان كنت مسلم فانت هتتقبل في وسط عيلتك حتى عيلتك لو كانت بتحبك فطبعا انا بالنسبه لي عشان يعني حياتي ستيل برضو في خطر فانا مش هقدر اقول يعني حاجات كتير حصلت معايا شخصيا بس كل اللي اقدر اقوله لك ان انا جربت كل انواع المشاكل بمجرد ان انا عرفت الرب جربت ان اهلي اللي بيحبوني اشوفهم لاول مره بيحاولوا يموتوني جربت ان انا اكون بلا ماوى جربت ان انا اكون بلا بلد جربت ان انا اكون بلا ورق جربت اكون بلا فلوس انا سبت كل شيء من اجل معرفه المسيح وكانت اكتر حاجه متعبه بالنسبه لي اني انا فجاه لقيتني بلا ركيزه. كاني الانسان عشان يعيش لازم عنده يعني يكون في اشباع للانسكيورتيز بتاعته وكلها بتدور حوالين مجتمعك، عيلتك ان كنت عندك اموال ان كنت عندك حياه فجاه بتلاقي نفسك بلا حياه بلا ناس بلا اي حد. بس نشكر ربنا زي ما كنت كلمت جنابك قبل كده يا حضره ان ان ربنا عمره ما يبات مديون لحد وان كان حد ترك قشه واحده من اجل اسمه بيرد له حياه كامله بس احنا يعني انا مش عايزه اكون بخوف حد من اللي بيتبع المسيح يا جماعه مش سهله طبعا اتباع المسيح مش سهل ومش هادعي ان انا كنت بطله في الاول وكنت عارفه ان في تبعيه للمسيح طبعا لما عرفت المسيح انا سمعت اختبارات كم حد كان عبر للمسيح واتبهدل اخر بهدله بس طول ما احنا في الموقف بنفتكر ان الحاجات دي بتحصل للاخرين بس مش مستحيل تحصل معاك. لكن للاسف حصلت معايا. مش هقول للاسف قوي لان ربنا حول لعنتي الى بركه بس انا اتعرضت لمواقف وحشه جدا من اقرب الناس ليا. اتعرضت لتهديد في الحياه، اتعرضت ان ياخدوا مني عز ما املك، مش هقدر اقول الا عز ما املك. أم حاولوا يفرقوا بيني وبين الاعز ما املك بس ربنا كان امين وما سمحش والاعز ما املك معايا وكلنا نعرف الرب كلنا نعرف الرب وكلنا بنخدم من الرب وانا دعوتي لاهلي اللي هم لسه على على القديم وعلى التفكير القديم اتبعوا الرب لان الرب هو اللي فداكم الرب هو اللي فداكم عشان كده انا ما اقدرش استخسر نفسي ولا نفسي عزيزه عندي لان هو بذل نفسه من اجل من اجلي وهو قال يعني انا كنت بشوف حته مهمه قوي في حياه المسيح لما جم قالوا يا سيد امك واخواتك على الباب لما قال لهم بل امي واخواتي من يسمعون كلامي ويعملون ف فالحته دي هزتني في الاتباع في التبعية بتاعت المسيح أنا المسيح ممكن يكون بسبب تبعيتي دي خسرت عيلتي لكن أنا لو رجعت بصيت للوراء زي امرأة نوح هتتحول لعمود من ملح. مم. أنا مش عايز أكون كده، أنا عايزة أشوف مم. المسيح اللي دعاني دعاني ليه؟ هو دعاني ليه؟ في هدف لحياتي إن أنا أدعي آخرين، إن أنا أخلى نفسي أنا كمان زي ما هو أخلى نفسه. مم. هو أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في وسط الناس، ليه؟ عشان يلفت انتباهنا إن 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 في حرب، في حرب علينا. في حرب على البشرية كلها من عدو الخير فأنا دايما هو أخلى نفسه أنا حخي نفسي أنا مش هبص ورا أنا مش هبص زي بقية الناس إن مستنيين أهلهم أشكرك إن هو يا رب إن أنت ملئتني. واديتني أم روحية اديتني أب روحي اديتني أ... اديتني حاجات كتير قوي فانا من مم. ساعتها وانا مكرسه نفسي لحياتي مع ربنا بدعي كل الناس ان مهما تكون وصلتوا من اضطهادات حطوا عينيكم بس على رئيس الايمان ومكمله يسوع المسيح وهو أمين. هيكون بيطلع بيكم من مجد المجد ومن قوه الى قوه لكن الاوطان لا ت... انا اسفه جدا ان انا اقول كده وطننا هو اورشليم السماويه ما حدش يبص على وطنه اللي فقد وطنه انا بحس بيه اللي فقد عيلته انا بحس بيه أنا جربت كتير قوي زيكم يا جماعة، لكن حطوا عينيكم وثبتوا عينيكم على المسيح في ثمن فادح للتبعية، لكن بنحسبها كلها نفاية من أجل معرفة المسيح. آمين آمين أخت مريم. شكراً جزيلاً والرب يباركك فعلاً أنا بشكر رب من أجلك. يعني لما المسيح بيتكلم عن بغضة أعز الناس إلك، ما هو المسيح اتكلم كمان إنه في سيف وهذا السيف لما بفوت في العيلة بفرق ومشان هيك بتشوف انه الناس بتفقد اغلى اغلى ما عندها اللي اجى يتبع يسوع المسيح قال له يعني دعني اودع على الا أودعهم اهل بيتي فهم يتكلم عن مشاعر يمكن يرجع للبيت يبكي شويه وما ويأجل اتباع المسيح ولكن لما بيجي السيف حتى بنفس العيلة بصير في كراهية أنا بتذكر عندي صديق من الجزائر اللي أغلى الناس على قلبه أمه وخالته رموه من الطابق الثالث لتحت ولكن نشكر رب عاش تخيل الأم ترمي ابنها فهذا السيف اللي يعني توضع في البيت بصير أهل يعني البيت هم أعداء للشخص بيفقد كل شيء ولكن بالمقابل بيتكلم عن مئة ضعف راح الرب يعطينا آباء روحيين وأمهات وإخوة وأخوات اللي في في الملكوت عيلة أكبر حتى من العيلة ولكن منضلنا نحب عائلاتنا لأنه منصلي من أجلهم حتى كمان هم يعرفوا يسوع المسيح يعني إحنا دائما بنحكيها للجميع مسلم مسيحي أي إنسان في اتباع يسوع المسيح ما فيش اغراءات ما فيش ماديات حتى اللي بيتواصلوا معنا بحاولوا يطلبوا فيزا ما بنعرفش احنا مش فيزا ولا تعون اه يعني اه هجرة ولا وزارة داخلية لا احنا بنتكلم عن ملكوت الله بنتكلم عن يسوع المسيح ومشان هيك احنا بنطالب دايما انه يسمح بقراءة الكتاب المقدس ويسمح دخول الكتاب المقدس إلى الدول العربية بدون أي نفور إذا واحد فتح كتاب مقدس يقرأ كأنه في سم أو كراهية ضد هذا الشخص وإحنا منصلي إنه إنه ما يكون في يعني حد الردة إنه إنسان إذا آمن بالمسيح يقتل أو يسجن أو يعذب أو يطرد من الأهل أو يعيش هارب كل أيام حياته يعتبر خائن لبيته لعائلته لوطنه مع أنه المسيحي الحقيقيين هم أصحاب الوطن وهم الوطنيين يعني أثبت تاريخيا أن هؤلاء هم الوطنيين وعلى النقيض كل اللي استخدم السيف والعنف وباسم الدين هؤلاء لم يكونوا وطنيين بل بالعكس ضد بلدهم شوف في أي بلد عربي ادرسها وهذه الحقيقة الحقيقه ان احنا بنقدم يسوع بدون اي مقابل بدون اي مساعدات بل بالعكس راح يكون في اضطهادات راح يكون في مواجهات راح يكون ولكن منصلح انه الدول العربيه تفتح لان احنا بنحب بلادنا ومنحب دولنا تفتح على اساس انه لو حد عاوز يغير اسمه او هويته انه صار مسيحي عادي يروح يغير ما يكونش يعني مهدد اذا واحد عاوز يغير يعني جنسيته عاوز يعني في حريه في الاختيار الشخص ولكن كل انسان راح يوقف ويحاسب امام الرب يمكن مش عم نشوف العقاب في هذه الايام ولكن اسمع كلام الكتاب المقدس ام تستهين بغنى لطفه وامهاله وطول اناته غير عالم ان لطف الله انما يقتادك للتوبه ولكنك من اجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونه الله العادله الذي سيجازي كل واحد حسب اعماله. طبعا انت في حياتك بتقرر تختار وما حدا راح ياذيك ولكن في يوم من الايام قرارك هو بحدد مصيرك وبحدد ابديتك. يسوع المسيح وعد بالحياه الابديه ان قبلته ولكن ان رفضته مكتوب مخو مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. ستواجه الدينونه والهلاك الابدي والعذاب الى ابد الابدين. انا بدعوك انك تقول له يا رب ارحمني انا بقبلك اليوم الى حياتي بملكك تكون رب على حياتي وملك، وأنا بدعوك تكون مخلصي، بصلي من كل قلبي أنك دعيت يسوع المسيح، وبحب أسمع منك، إلى اللقاء